الكمامات، الأمر لو محتاج إن إحنا نوزع هذه الكمامات نوزعها بنص التكلفة من غير تكلفة خالص، مفيش مشكلة. إنما يبقى إحنا حرصنا وإحنا في أول ظهور لينا معاكم بشكل جماعي كده إن إحنا يبقى كلنا حاطين الكمامة عشان ندي، يعني ندي الرسالة إن إحنا محتاجين نخلي بالنا. إحنا لغاية دلوقتي الأمور يعني أنتوا عارفين كويس وشايفين كويس حجم التفشي وحجم الانتشار اللي موجود في كل دول بتعب في، يعني بورصة يومية ولا في إحصائية يومية بتقول هنا وهنا وهنا وهنا، سواء كان في الإصابات أو في معدلات الشفاء أو في الوفيات. إحنا لغاية دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعني مساعدنا، بس ده مش هيبقى، يعني مش هيبقى كفاية. مش كفاية إن إحنا، أنا بقول على جهدنا ومن ربنا نطلب أكتر إنه يساعدنا أكتر، بس إحنا كمان نخلي بالنا أكتر.